السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف لحضرتك حسن عمر عبد الرحمن، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن. انا كان في اعتصام منذ شهر تقريبا في رمضان. بالظبط، ما زال الاعتصام قائم حتى هذه اللحظه. طب ايه اخر مستجدات ولا ايه، حد اتصل بيك ولا اخر مستجدات؟ لا جديد، يعني ما فيش حد لا من السفاره الامريكيه كلمنا ولا حد من المجلس العسكري كلمنا، بل بالعكس احنا فوجئنا بعد تفعيل قانون الطوارئ بيوم واحد فقط لأول مرة يجي لنا حد من قيادات الداخلية، جالنا 6 لواءات من قيادات الداخلية وطلبونا فض الاعتصام، بس أنا قلنا لهم إحنا أصحاب قضية ولا نفض هذه الاعتصام، عايزين تيجوا تعتقلونا، تيجوا تموتونا، لكن بدل ما تيجوا تقولوا لنا إن موضوع الشيخ اتحل والشيخ جاي تقولوا لي فض الاعتصام واسلك سبل تانية غير الموضوع الاعتصام، فطبعاً الرسالة وصلت لهم واستجابوا لهذا الأمر يعني. وما زال الاعتصام قائم حتى هذه اللحظة، يعني جزء من الأسرة موجود أمام السفارة والجزء الاخر جيت انا واخ ليا وبعض محبين الشيخ معانا في الاعتصام لنعلن تضامننا مع الثوار ومع مطالب الثوار ومع جمعيه ليالي الطوارئ، لان ما ينفعش نرجع تاني لورا. اخر اتصال من الشيخ كان امتى؟ اخر اتصال من الشيخ كان عصر امس الخميس. ماذا حدث به؟ والله شيخ طبعا اطمن علينا وعلى الاسره وعلى الناس واشفق علينا في موضوع الاعتصام، قال لنا بقى خلاص يعني روحوا انا مشفق عليكم اشفاقا ماديا واشفاقا تعب ليكم وتعب للاخوه. فطبعا الوالده قالت له يعني ما تشغلش بالك في هذا الامر، ما تشغلش بالك في هذا الموضوع، انت بقالك 20 سنه اقل شيء اللي احنا بنعمله اليومين دول اقل شيء، ولن نترك الاعتصام حتى يقضي الله امرك كان مفعولا وتخرج ان شاء الله ونستقبلك على في مطار القاهره. الصحه بتاعته باذن الله تعالى. صحته الصحه طبعا لما سالته الوالده يا فضيله الشيخ عمر هل المعامله بعد الاعتصام اللي عملناه 30 يوم دوت هل الامريكان حسنوا المعامله شويه؟ فطبعا رد عليها وقال لها للاسف الشديد الامريكان المعامله ازدادت من السيء للاسوء. تخيلوا يعني مدى العناد الامريكي ومدى عناد الاداره الامريكيه، ان معامله الشيخ عمر عبد الرحمن عاملين اعتصام بدل ما يفرجوا عنه، المعامله الان في داخل السجن ازدادت من السيء للاسوء. وبرهن على كلامه دوت لما الوالده سالته قال لها يعني بمعنى اصح لما باجي اطلب شيء من الحراس مثلا الفطار يقولوا له والله مش لاقيين باب الزنزانه مفتاح الزنزانه، يجي يقول لهم طب الغسيل ده عايزين نغسله يقولوا والله الغساله اتكسرت. طب بقول لحضرتك حد راح وفد من المجلس منكم للمجلس العسكري؟ لا ما فيش حد راح لينا للمجلس العسكري، احنا اخر كلام مع المجلس العسكري كان لما اللواء حمدي بدين القائد بدين للشرطه العسكريه قبل ما نبدا اعتصامنا باسبوع كنا شرعنا في الاعتصام، فقال لنا يعني قاعد مع الشيخ محمد اخويا والشيخ عبد الله ويا جماعه فضوا الاعتصام وناخد الموضوع على عاتقي والكلام من دوت، قاعد معاهم لمده ساعه بيتفاوضوا وفي الاخر خلاص ابتدى عبد الله اخويا الدكتور عبد الله علق الاعتصام وقال لهم تقولي تاني يوم اللي هو السبت تقابلوني في وزاره الدفاع ونشوف نبت في الامر.
راحوا له تاني يوم. المهم قال لهم بقى طوال الاسبوع ده تابعوني، هنبعت لوزاره الخارجيه طلب او كده يطلبوا من امريكا. على مدار الاسبوع نكلم وزاره الخارجيه يقول لك ما فيش اي جديد حصل من المجلس العسكري، ودي كانت اخر مقابله معانا. لماذا لم تذهبوا الى الخارجيه انتم مباشره؟ الخارجيه احنا فاتحين معاهم خط، الناس بيقول لك احنا ما نقدرش نتصرف من دماغنا. الدكتور عمر عبد الرحمن من شخصيه قليله، فلازم علشان نطلب من الولايات المتحده الامريكيه بعوده هذا المواطن لازم المجلس العسكري يأشر على كده. فإذا كنا متابعين مع وزارة الداخل الخارجية لمدة هذا الأسبوع اللي هو قبل ما نشرع في الاعتصام أمام السفارة الأمريكية، قعدنا لمدة أسبوع يوميا نتصل بالخارجية. الناس يقولك والله ما وصل لنا حاجة من المجلس العسكري، يتصلوا باللواء حمدي بدين يقول أنا بعت، فطبعا عملية تسويف وخلاص، ومش واخدين أي جديد في هذا الأمر. إن شاء الله ربنا يفرجها عليكم وإن شاء الله يجينا بالسلامة بإذن الله. جزاكم الله خيرا وشكرا لحضرتك. شكرا لك.